الخير وصباح الابتسامة وصباح أجمل تواصل من خلال مع أكيد شاشة تلفزيون الكويت. أتواصل معكم في حلقة جديدة من برنامجكم شاي الضحى. خلال هذه الساعة إن شاء الله راح نتنقل من موضوع لموضوع وكل مواضيعنا تهمكم. في بداية الحلقة والانطلاقة حابة أذكركم بتعليمات الإدارة العامة للإطفاء بعدم ترك السوائل والعطور والمعقمات في السيارة وتحت تأثير أشعة الشمس المباشرة علشان ما تتسبب هذه الأمور لا قدر الله بحوادث لكم، لأن مثل ما احنا عارفين الحين درجات الحرارة بارتفاع، فنحاول كثر ما نقدر ان نشيك على الامور اللي تكون موجوده في السياره. اذا كان في عطر، معقمات، بعض السوائل ننزلهم معنا في البيت حفاظا اكيد على سلامتنا وسلامه الاخرين. راح اتواصل معاكم ان شاء الله مع سوالف كثيره في شاي الضحى، وضيوف راح ينوروني من خلال حلقه اليوم. خلكم معاي، لا تبعدون، رجعت لكم من بعد الفاصل. لقاء خاص مع الدكتورة بنا بوزبون، خبير نفسي واجتماعي في مؤسسة التنمية الأسرية في أبوظبي. ضيفتنا القادمة الأستاذة زينب فريدون، كاتبة ومدرب معتمد في التنمية البشرية. دكتورة سلمى محمد الهولي، طبيبة أنف وأذن حنجرة، تابعوني في برنامج شاي الضحى. البداية اليوم راح تكون مع الفقرة الطبية في شاي الضحى مع الدكتورة سلمى الهولي، طبيبة أنف وأذن وحنجرة وجراحة الرقبة وتجميل الوجه. أكيد تفاصيل كثيرة راح تكون مفيدة لي ولكم إن شاء الله، تابعوا الفقرة. صباح الخير، نبي نتكلم اليوم عن موسم الصيف. موسم الصيف الكثير منا ينزل بحر أو حمامات السباحة يمارسون هواية السباحة. الكثير منا يتعرض إلى إصابة في الأذن. شلون؟ هذا المرض يكون في فترة الصيف من كثرة نزول البحر. الأذن تتكون من ثلاث أقسام: الأذن الخارجية، الوسطى والداخلية. الماي راح يدش في الأذن الخارجية اللي هي تتكون من جلد وغضروف. الجلد هذا رقيق جدا، إذا تغير الميديا الوسط اللي فيه يزيد عندنا نمو البكتيريا والفطريات في الأذن الخارجية، في المريض سواء الصغار أو الكبار يعاني من ألم في الأذن، إفرازات في الأذن، الولد يصرخ من أذنه، الأم ما تدري شنو فيه بس مجرد أنه دخل حمام سباحة. فهني البطريات أو البكتيريا تنمو في هذه المنطقة لأن تغيرت الميديا فيها ويصير في التهاب في الأذن. فالأذن الخارجية مهم جدا فحصها. هني نلجأ إلى طبيب الأنف وأذن حنجرة يشوف بالمنظار، يشوف الأذن وطبلة الأذن إذا كانت سليمة ويبدي في صرف الدواء. بعد ما يتم علاج المريض في قطرات سواء للفطريات أو البكتيريا، يتم نصحهم في تنشيف الأذن مو بالأعواد القطنية، يتم تنشيف الأذن عن طريق الكلينكس أو الفوطة من برا، أو نستخدم سدادات الأذن، مهم جدا استخدامهم في السباحة سواء بالبحر أو حمامات السباحة. هذه كانت فقرتنا اليوم، إن شاء الله نشوفكم في الفقرات القادمة.
رجعنا نتواصل معكم من خلال فقراتنا في شاي الضحى، ورجعنا مع التفاؤل والإيجابية. الإيجابية نعمة من الله عز وجل على الإنسان. طبعا كل شخص لازم يتمسك بهذه الإيجابية، لأن من خلالها راح يحصل على الخير والنجاح، وأيضا يحس بالطمأنينة. والإنسان لما ينظر للحياة نظرة إيجابية يساعد هالشيء على أنه هو يتخلص من القلق والتوتر والضغط النفسي. راح نتعرف أكثر على هذا الموضوع مع ضيفتي في حلقة اليوم، الدكتورة بنا بوزبون، خبير نفسي واجتماعي في مؤسسة التنمية الأسرية في أبوظبي. صباح الخير دكتورة. يا هلا وسهلا، صباح النور ويا سمين عليكم جميعا. حياك الله معنا في برنامج شاي الضحى. في البداية ودنا نتطرق لموضوع تخفيف الضغط والمعاناة، خصوصا يعني في هذه الفترة كثير من الناس حسوا بهذا الشعور مع الأخبار الكثيرة والأخبار السلبية، نوع من التخويف، وصار فيهم قلق مع انتشار فيروس كوفيد 19. طبعا موضوع وايد مهم جدا، ان فيروس كوفيد 19 هو اللي أخطر، مش الفيروس بحد ذاته، ولكن الخوف الذي نشأ عند الناس من هذا المرض. فاللي راح يقتلنا هو الخوف وليس الفيروس بحد ذاته. لذلك مهم جدا اليوم احنا في مستوى ان نركز على الإيجابية، وخاصة في مجال علم النفس الآن. نركز على علم النفس الإيجابي اللي هو يقول لنا ان هذا التوتر وهذا القلق وهذا الخوف ناتج من تفكير الإنسان لتفسيره الغير موفق للأحداث المحيطة فيه. نعم. شو المقصود فيه؟ المقصود فيه بارك الله فيك إن إحنا في أثناء ما نسمع الأخبار، كل شخص فينا راح يسمع الأخبار بطريقة مختلفة. صح. لكن الخبر راح يوصل إلى العقل، العقل راح يحطه في صياغة معينة، أنا في خطر، أو إذا قال أنا في خطر معناته إنه يبتدي الجسم توصل إرشادات حق الجسم، يشعر الجسم بالخوف والتوتر والقلق، راح يأثر على الجانب الجسدي. نعم. الخوف معناته يتسارع في دقات القلب والرجفة ونشفان الحلق، وهذا راح يأثر على أوامر من المخ إلى القدة فوق الكظرية لإفراز هرمون الكورتيزول. نعم. اللي راح يدمر من الداخل. نعم. تصوري صياغة، أنا فقط عقلي عملها صياغة، ولكن بالمقابل إذا عقلي عملها صياغة أخرى أن هذا فيروس، وعطونا الجهات الرسمية تعليمات أن كيف ننجي من هذا الفيروس، وأن مع التعليمات راح أنجو، على طول المخ راح يعطيني إشارات في الجسم استرخاء ورضا وراحة، راح يخلي جسمي يشتغل بشكل طبيعي. طب. وبهذه الطريقة ما راح يأثر على حياتي. نعم. فإذا الموضوع كله في طريقة التفكير وليست الأحداث الخارجية. نعم. الأحداث الخارجية بريئة، تفكيرنا هو المسؤول. نعم. يعني سواء أخبار متعلقة بفيروس كوفيد 19 أو غيرها من الأخبار في حياتنا، تعتمد على أفكارنا وفلاترنا الداخلية وتجاربنا السابقة. يعني تبلش تطلع المخاوف اللي تكون مثلا من الطفولة، فترة المراهقة، تتفاعل مع الخارج بناء على الأفكار والمعتقدات والبرمجات القديمة. شو اللي مطلوب من أي فرد في هذه الفترة؟ شو الواحد يكون واعي لهذه النقطة بحيث أنه هو ينظف هذه الفلاتر ويكون تفاعله مع أي حدث إيجابي بحيث أنه هو يخدم صحته ويخدم تطوره في الحياة؟ أشكرك على هذا السؤال، وإحنا اليوم جميعاً محتاجين إلى الإجابة على هذا السؤال. أولاً في معلومة مهمة جداً يجب كل بنا نحطها في اعتبارنا، أن رب العالمين عز وجل وضع الإنسان على هذه الأرض، وضع في داخل كل إنسان جيب خاص للصلابة النفسية للتوافق مع الأزمات والظروف. يعني إحنا في تكويننا كبشر موجود فينا هذا النوع من القدرة على التوافق. التوافق أو الصلابة مثل قوة الكرة، بقوة ما يجي الموقف قوي جدا، قوة ردة الفعل اللي هي التوافق معه. فإذا كلنا موجود عندنا، كل بشر موجود عندهم. التنشئة الاجتماعية تقوي، العوامل الوراثية تقوي، الأفكار الإيجابية تخلينا أنا أستعمل بشكل. فلما أنا أعرف الآن البشرية مرت بكوارث وأزمات متعددة، والبشرية ما زالت موجودة، إذا القدرة، فإحنا نخاف أكثر، خاصة يعني لازم إحنا نعتقد ونؤمن بقدرة رب العالمين. طبعا. خلق لنا
المصيبة وخلق لنا طرق النجاة اللي هو الريزيلينس أو الصلابة النفسية الموجودة عند الإنسان منذ ولادته. حتى الطفل الصغير لما تيله مأساة ويخاف بعد فترة راح يتعلم كيف يتوافق معها. فخل نطمن، خل نطمن، خل نرتاح، رب العالمين عطانا هذا رقم واحد. رقم اثنين حكوماتنا جزاهم الله ألف خير عطونا جميع المعلومات، وفروا لنا جميع الإرشادات، وفروا لنا النيرة للبيت في حالة إنه ما نقدر نطلع، الأدوية للبيت، الفحوصات، قلوا لنا بس قعدوا في البيت. ففي أكثر هذه يعطي العقل إرادة وفكر إن أنت في أمان، إذا جسمي راح يشتغل سوف أستمتع. في دليل أحب أنا ذكره بعد إذنك. أكيد تفضلي دكتورة. الدول اللي فيها كوارث صح؟ وبشكل مستمر وفيها حروب، هل الحياة الاجتماعية متوقفة أو الزواجات وحفلات الزواج والإنجاب والدنيا ماشية؟ الدنيا ماشية ماشية. شوف البشر وبشر، إذا فعلا الجنب الخاص بالرزانة والصلابة النفسية الموجود عندنا يخلينا نتوافق معه ونزيد الخوف. الخوف راح يقتل وليس الفيروس بحد ذاته. نعم، هذا النقص نحطه في اعتبارنا. نعم، وهذه مهمة. وطبعا الدراسات أثبتت أن الخوف يضعف المناعة بشكل كبير، هو الفيروس يعني الحقيقي لتدمير النفسية وأيضا الصحة الجسدية للإنسان. ذكرتي دكتورة كلمة الصلابة، أحيانا بعض الأشخاص يفهمونها في مفهوم المقاومة، يصير عندهم مقاومة ضد مشاعرهم اللي قاعد يشعرون فيها وتفاعلهم مع الحياة، يقاومون الحزن، يقاومون الخوف ويكبتونه، يعني كأنه صندوق وينخش في العقل وفي المشاعر ولين يوصل تأثيره على الجسد. فشلون الواحد يكون يعني كاسر لهذه المقاومة علشان يكون صلب بشيء يخدمه؟ بارك الله فيك. اليوم احنا في علم النفس الإيجابي بدينا نترك ما يسمى بالأمراض ونركز على القوة اللي رب العالمين عطانا إياها من أجل استثمارها لكي يشعر الإنسان بالراحة النفسية والجسدية. اليوم الصحة الجسدية ارتباط قوي جدا بالحالة النفسية. العلاجات كلها اللي ناخذها في المستشفيات لو ربطناها بتخفيف التوتر راح ناخذ ربع الأدوية. فإحنا جميع الأدوية ما محتاجين لها لأن صلابتنا منخفضة ما نستفيد منها. اليوم في عندنا ما يسمى العلاج المعرفي السلوكي، تطوير الأفكار، تدريب الفرد على أن كيف يتحكم في أفكاره، كيف يقيس أفكاره ويحولها إلى أفكار إيجابية. مجرد ما يحولها إلى أفكار إيجابية سوف ترتفع المناعة. تخيلي المناعة ترتفع، الجسم بيقاوم المرض وراح يشفي الإنسان. بالحالة الثانية إذا قعدت أولول وأنا أقول أنا مريضة وأنا تعبان وراح أموت، راح أموت. وفي تجارب علمية سووها، إذا سمحين لي أقول هذه التجارب. نعم، يعني في أمريكا في عندهم كانوا بعض السجناء المحكوم عليهم بالإعدام. نعم. خذوهم علماء النفس وقسموهم قسمتين. القسمة الأولى حطوا لهم دربس اللي هي اللي أدى إلى الوفاة، والمجموعة الثانية حطوا لهم الدربس مجرد جلوكوز. نعم. فوين العقل؟ شي يقول لهم العقل أن أنتم الآن راح تموتون. شو رأيك أن الفريقين ماتوا؟ بس العقل عطت أوامر للجسم أن أنت قاعد تموت، وقف كل أجهزة الجسم. ففعلا رب العالمين خلق لنا العقل وخلانا نفترق عن الحيوانات الثانية. العقل هو طوق النجاة اللي خليني أنا أطور نفسي وخلي جسمي اليوم كل علاج موجود. إذا ما في مناعة، المناعة النفسية هي أولاً ترفع المناعة العضوية. نعم. صدقيني مليارات الدولارات راح نوفرها إذا اشتغلنا في مراكزنا الصحية على الدعم النفسي وتغيير الأفكار ورفع المعنويات. راح ترتفع المناعة وراح فعلاً نستمتع بحياتنا، مو محتاجين حق الأدوية والمضادات الحيوية اللي فوق اللزوم. نعم. وهذه دلائل علمية وتجارب فعلاً سووها. فنحتاج فعلاً إلى الصلابة، نحتاج إلى ما يسمى إلى رفع المعنويات. المهم جدا أستبشر، دائما نستبشر خير. نعم. طبعا هذه النقطة مهمة جدا حتى في دولة الإمارات في أبوظبي في عندهم حملة كبيرة جدا اسمها استبشر الخير، يا تزامنا مع كوفيد
وما تتوقعين ايش كثر نجاحها رفعت معنويات المواطنين وخلتهم فعلا يقاومون فكرة الخوف ورجعون الى العمل ويتعايشون مع الفيروس. نعم، كلمينا دكتورة اكثر عن هذه التجربة في الحملة اللي من خلالها يعني كان في نشر للوعي والإيجابية والتفاؤل. طبعا مشكورين ابو ظبي دائرة تنمية المجتمع ومؤسسة التنمية الأسرية، عملوا ماراثون مستمر من الورش اليومية من الصباح إلى الليل مربوطة بالجمهور، كل ما يتعلق برفع المعنوية، كل ما يتعلق بجودة الحياة في ظل هذا الفيروس، رفعت المعنويات بالنسبة حق الأطفال، كيف نتعامل مع الأطفال، كيف نوصل لهم الخبر، المراهقين، وإحنا يومياً ترى في اليوم ثلاث ورش، يعني أنا شخصياً ثلاث ورش وقيري ثلاث ورش، تخيلي أعداد كم هائل من الورش اليومية المتواصلة لتدريب المواطنين بحيث أن يرفعون المناعة موجودة عندهم عشان يتعاملون، لدرجة أن حتى بعض الأعمال رجعوا لأعمالهم الآن. ليش؟ لأن فعلاً حسوا أن الخوف هو القاتل وليس الفيروس. الفيروس يأخذ فيروسات أكثر من جدي. إذا أنا التزمت بالتعليمات الحكومة ولما قائد الدولة يقول لي نتشي الهم وأنا مقتنع بقائد الدولة وباللي أعطاني إياه، راح أخلي معنوياتي مرتفعة، راح أثق أكثر، ألتزم بالتعليمات، التي أوامر من المخ إلى الجسم أنت في أمان، يبتدي الجسم يشتغل بوضع الطبيعي، أهني ما راح أشعر بالخوف، مناعتي راح ترتفع، وحتى بعيد الشر لو يعني الفيروس راح جسمي يقاوم. والحالة الثانية إذا أنا صكيت عليه الباب وخفت فوق اللزوم، الفيروس ما راح يوصلني، الخوف راح يقتلني، تي أوامر من المخ إن أي زكام أنا الآن فيني فيروس، أنا كذا وكذا، جسمي راح فعلا يسوي فيني المرض. نعم، مهم جدا إن هذه البرامج التوعوية اليوم باعتقادي هي العلاج المطلوب اليوم طبعا. رفع معنويات البشر، كيف يتعاملون مع الأخبار، ونقول لهم رب العالمين أعطانا شيء حلو، الابتسامة على الوجه، صح، الابتسامة والتفاؤل. والله حتى لو قلت لك أنا الآن أنت شكلك تعبان، راح تصدقين أنت تعبانة، لما أقول لك وجهك مورد راح تبتسم وتستانس، صح، ابتسمين وتشعرين بالراحة، وهذه راح يعطي فرصة حق جسمك يشتغل بشكل أساسي. فهي لذلك يقول لك الابتسامة صدقة، خلوا الابتسامة موجودة، خلوا تفاؤلكم بالله رب العالمين كبير، خلوا ثقتكم في القيادة الرشيدة والحكيمة عالية، لأن باعتقادي نحن كدول الخليج حكوماتنا ما قصرت، شغلت الهم عنا بشكل كبير جدا، بس نحتاج نثق أكثر، هني راح نوفر الفلوس حيث ما المرض. وهذه النقطة جدا جدا مهمة راح نرفعها، حتى العلاقات الزوجية بيني وبينك ارتفع التواصل الزوجي في دولة الإمارات بعد كوفيد 19، في حالات راح تطلق ورجعت إلى بعض البعض من كثر ما صارت المودة من خلال البرامج الحلوة اللي سوتها دائرة تنمية المجتمع ومؤسسة التنمية الأسرية وكل قطاعات الدولة. تخيلوا زوجين تعرفوا على بعض مرة ثانية، استبشروا خير، علاقات تعارف جديدة، الأطفال في البيت، جو نفسي جدا جميل، بعدوا الأفكار السلبية، بدأوا يقدرون يرجعون إلى قواعدهم سالمين وإلى أعمالهم، ولذلك إنجازهم ما تتوقعين مستوى الإنجاز في هالفترة جدا عالي. هذا للدليل على شنو؟ المقاومة الداخلية عالية، الثقة بالنفس ارتفعت، هذا كله بنا عندنا في الخليج قادرين، القيادات وقفت معانا، فإذا عندي ظهر ليش ما تسند عليه؟ طبعا هي أحسن مني. وهذه اللي راح ينزل عندنا الأرقام، وهذه راح يرفع معنوياتنا، وهذه راح يخلي الراحة النفسية لما أحط رأسي على المخدة مطمن خير وكل أمري رب العالمين طبعا، وفي قيادتي وفي النعمة اللي الله عطانا إياها اللي هي مقاومة الفيروس الطبيعي الموجود في جسمي. نعم، اللي هو الريزيلينس أو الصلابة النفسية. نعم، هذا سحر اليوم، الصلابة النفسية سحر، وكل بني موجود عندنا
لكن يجب أن تكتشف هذا السحر. نعم يعني علاج أي مرض يعني يكون نابع من الداخل، من أفكارنا، من طريقة تفاعل مشاعرنا مع الأحداث والأخبار والمعتقدات القديمة، المخاوف القديمة، هي تلعب دور كبير في أن الواحد يتجه في طريق الشفاء ولا يظل في طريق الخوف القلق اللي راح يؤدي إلى تدهور صحته. العلاج بإيد كل شخص في أنه هو يكون واعي مثقف، يكون في طريق التفاؤل والإيجابية والإيمان. نعم. بأن رب العالمين أكيد حافظة، ومع كل ده أكيد في دواء، ويعني العلم الحين قاعد يتطور، ويعني قاعد تذكري لنا دكتورة حلول كثيرة في إن شلون الواحد ممكن يعالج نفسه. ودي أتكلم معك أيضا دكتورة عن مستويات المرونة بتطوير العادات الذهنية والبدنية. هل ممكن يعني إن مع تعزيز الإيجابية هالشيء راح يخفف من إن الواحد يكون شوي غير مرن في إنه هو يغير عاداته الذهنية اللي تؤدي به إلى السلبية والأمراض؟ شكرا على هذا السؤال، صراحة سؤال جدا ممتاز. للعلم أن برامجنا التدخل الخاصة، ما يسمى بالعلاج المعرفي السلوكي الآن أو التمكين الذاتي للفرد، عمل لنا سحر من الجلسات الأولى بدون مجاملة. يعني أنا خبير نفسي كنت في المستشفى العسكري بمملكة البحرين 25 سنة، فالحالات كانت تحول لنا من الأمراض من الأقسام المختلفة، نرفع المناعة عندهم. تخيل وعي، وهذا يعني هذا وعي الأطباء بجور علم النفس في العلاج، فتبتدي الجسم يستفيد من العلاج. هذا رقم واحد. رقم اثنين، خلال جلسة واحدة 45 دقيقة، وإحنا نسويها هذا الآن مؤسسة التنمية الأسرية تسويها على الهواء كجروبات جماعية تدريب عام للكل، نسويهم جلسات تدريب على الصلابة النفسية وعلى رفع المعنويات مباشرة على الهواء، نسويه معهم خلال 45 دقيقة. تدخلين عندنا الجلسة، أنت أفكارك سلبية ومكتئبة، تطلعين غيرتي أفكارك، ما عطيتك حل. أنا إحنا غلط أن تعال عطني حل، أنا أمكنك من مش مثال بسيط أستاذة بس سمحين لي. تفضل. نفرض أن أنت اليوم عندك خوف فظيع من الفيروس كوفيد، أوكي؟ فبقول لك أنت شو تشعرين الآن؟ قولي لي أستاذة. أكثر اللي خايفين يعني ممكن يشعرون بالتوتر، القلق من المستقبل، أنه شنو بيصير في المستقبل. أوكي. نعم. أنا سألك شنو تخافي منه؟ شو بيصير؟ ممكن الواحد يفكر أنه مثلاً أكثر شيء قاعد يتم تداوله أنه لا أعدي مثلاً كبار السن. أحس أن هذا جزء من الإحساس بالمسؤولية. ممكن معلي خايفة، معلي خايفة أنت على كبار السن، خوفك الموجود الآن على كبار السن، شو قدم حق كبار السن؟ كأنه نوع من الحماية. إذا أنت خايفة يظهر الخوف على وجهك والتوتر على وجهك، ينطبع أمام كبير السن فينتقل العدوى إلى وجهه، فهو بيخاف أكثر. عرفت شلون؟ نعم. من توترك القير مقصود، وراح من الخوف اللي أنت عكستي عليه راح معنوياته تنخفض. نعم. معاي، وراح مناعته تنخفض، وراح سوء حالته. نعم. عرفت شلون الخوف شو يسوي فيني؟ نعم. يعني الخوف هو المعدي مو الفيروس. مش الفيروس. نعم. احنا اللي بيقتل هذا الآن راح يقتلنا الخوف، الخوف العالي، ولذلك في يد الإنسان. يعني نقطة وايد مهمة رب العالمين عطانا إياها، مهما كان تعرضنا لمصائب وتعرضنا لأزمات، جسم الإنسان حتى لو ما تلقى العلاج جسمه يصلح نفسه بروحه بروحه، حتى في الجانب النفسي ترى، لأن عطانا الريزيلينس أو الصلابة، بدليل أن كلنا كبشر نعاني مشكلات. في علم النفس يقول لك ما من شيء اسمه إنسان سوي، كلنا عندنا عقد وهذا طبيعي، كلنا عندنا مشاكل في طفولتنا، مرينا بأزمات، أكيد مرينا بأزمات، وإحنا الآن ناجحين، أكيد ناجحين. لا. لأن قومنا. الفشل هو بدايات أو عتبات النجاح، هذا نقطة وايد مهمة. طبعا. النقطة الثانية والخبر الحلو إن إحنا نقدر أخلي الإنسان بالتدريب يكون عنده ذكاء عاطفي عالي جدا لكي ينجح في حياته ويرفع معنوياته، هذا بالتدريب. أنا بالذكاء العادي ما أقدر أرفع مستوى ذكائك، هذه الخامة اللي الله عطتك إياها، أنا أعمل من خلال الخامة أدربك عليها، ولكن في الذكاء العاطفي لا، تقدرين تصيرين عبقرية عن طريق التدريب.
والدليل ان كثير من الاشخاص اللي عندهم ذكاء عالي حياتهم ناجحه من اروع ما يمكن. مو شرط ان انا اي ستودنت صح، ولكن افهم الحياه بطريقه حلوه، اعرف كيف اتعامل مع ضغوطي. واحنا دائما ترى الخوف عباره عن غش خالي. صح. لما اقعد مع الخاله واسالها انت خايفه مني شنو؟ والله خايفه يسكرون الباب علي. لما تسكر الباب علي شنو بيصير؟ بختنق. لما تختنقين شنو بيصير فيك؟ بيغمى علي. عقب ما يغمى عليك برد اقوم، عقب ما تقومين ولا صار فيني شيء. فاهمه معي؟ فاهمه دكتوره. افكار من غش يصنعها الانسان، يصنع له جبل من المخاوف. هذا الجبل بي يكتم على نفسه وبيقتله، وفي الواقع هذا الجبل هو غش مش موجود. هو من خيالك. لذلك نستبشر الخير، نتعلم الايجابيه. نعم، وهذا اللي سويته دورات الامارات. الان تدرب الكل، قاعدين يدربون الكل عن طريق برامج مؤسسه التنميه الاسريه والبرامج الاخرى على الصلابه النفسيه، على تطوير مفاهيم الذات والعلاج المعرفي السلوكي. تخيلي علاج معرفي سلوكي يدربون عليه البابليك العامي. نعم. في غرائز افتراضية. نعم. هذا رفعت مع العيال. كيف يتعاملون مع عيالهم؟ أزمات المراهقة في هالوقت هذا من أروع ما يمكن. يعني إحنا أمس كانت عندنا ورشة كيف تتعامل مع أزمات المراهقة. ما تتوقعين المراهقين نفسهم يتكلمون. فرفعنا الجانب الإيجابي. عرفت شلون؟ نعم. وتخفضين الجانب السلبي. نتعامل مع واقع. احنا ما نتخيل شيء مش موجود. الواقع شنو يقول لي؟ عندي الامكانيات الطبيه؟ نعم. عندي الدعم الاسري؟ نعم. نعم. كيف استفيد من الدعم الاسري؟ التكاتف. الان الزوج لازم يحط يده في يد زوجته. طبعا. الخلافات السابقه خلاص بالماضي. نعم. الماضي، لذلك قارب النجاه يوصلنا. ما تتوقعين اللحمه الزوجيه الحلوه اللي صارت بين الازواج. صراحه رائعه بدون مجامله اقول لك. وصلوا الى واحد من الازواج يقول لي بعد طبعا هذه الورشه عددها 350 تقريبا. نعم. ودي الان عقب ما يخلص طبعا العمل من المنزل الحين. نعم. بعد ما يخلص كوفيد اتقاعد وارجع مع زوجتي في البيت ومع عيالي. شفت المتعه. نعم. قدرت عمل زوجتي، قدرت ان عيالي لما اشوف وجوههم تواصلي صار حلو. تصوري هالعباره هذا شو معناتها؟ انه هو حسب النعمه اللي هو يمتلكها في هذه الحياة، زوجته وعياله وبيته واللحظات الجميلة. كانوا موجودين بس غير موجودين صح؟ نعم. الحياة الأسرية من كثر زخم الحياة احنا موجودين مع بعض جسديا بس مش عقليا. نعم. فما نستمتع بابتسامة هالولد، الزوج، نقول له كلمة طيب، نقعد انتباهة نسولف، لا كلها طايرين. لا ما مش دوانيات، ما مش بيالس. نعم. فالكل قاعد في البيت من أجل ترسيخ العلاقة الزوجية. نعم. والعلاقات الزوجية لما تنرس معناته مجتمعي آمن وقوي. نعم. ويقدر يواجه أي مشكلة. نعم. والأهم أن الواحد وهو قاعد في البيت أنه ما تأخذ الأفكار، يعني لأن خاصة أفكار الخوف هي تي سلسلة من الأفكار. إذا استسلمنا لأول فكرة راح تيرس يعني فكرة ورا فكرة. أنا عن تجربة شخصية يعني من السنة اللي طافت كثير من المخاوف الحمد لله كسرتها وتخلصت منها، واكتشفت ووصلت لنقطة أن المخاوف كلها غير حقيقية، كلها وهمية، كلها تجارب الآخرين تبنيتها في حياتي، أشياء خيالية، مجرد أفكار ما لها يعني أي يعني واقعية. يعني على نقطة على الأرض. مهمة. نقطة وايد مهمة أستاذة. إحنا دائما نقيم الموضوع من طرف الآخرين مثل ما قلتي. نعم. أنت ما لك شغل بالآخرين، أنت شنو عملت؟ أنا لما تكون طوفة قدامي افتر عليها صح عشان اطوف. صح. الناس لما تيجي الاعاقه قدامي يوقف. طيب الله اعطاك رجول صح؟ اعطاك عقل؟ قال لك ابحث عن نقطه الاضاءه. شوفي رب العالمين حتى في النبات خلاه. انت لو عندك نبات مكان مظلم وفي بصيص اضاءه تشوفين النبات يتجه تجاه الاضاءه. صح. يبحث عن الاضاءه. ما بالك الانسان. مهم جدا. وصدقيني العلاج المعرفي السلوكي عباره عن مساله رياضيه، كانها اذا تعلمتي قاعدتها ما بتحتاجين تروحين حق اي مركز. نعم. كل استشارات حقك بتسوينها، فاحنا نمكنها نعطيهم هذا الدرس، نحل لهم القاعده، نروهم الترابط بين العوامل الخمس، الموقف، كيف احلل الموقف؟ اعطيش مثال. تفضل. الان دخل عليك دخلك وما سلم عليك. حلو؟ ومتعود يسلم عليك، هذا موقف. نعم. فعلى طول وضايقتي. الشعور ضيق. شو اللي خلاش متضايقه؟ تدرين؟ انت حق روحك؟
أكيد يعني الفكرة، بعطيش فكرتين. الفكرة الأولى قلتي حق روحك هو اليوم سامع عني شيء مو حلو، إن أنا قلت غلط، أو لذلك من كذي حسيتي بالضيق. لكن لما تقول الله يعين الفقير، الله صار عنده مشكلة في الدرب، أو سرحان مو منتبه، إيه نعم. بتشعرين بالشفقة، كيف راح يكون شعورك تجاهه؟ دعم، نعم. ابتسامة، صح؟ صح. فالمواقف نغيرها، المواقف بريئة، تفسيرنا للمواقف هي المسؤولة عن مشاعرنا. فيا ما اتهم الناس، اي والله يا ما، والنتيجة احنا. فاحنا نعلمك شلون العملية الرياضية، هذه عملية رياضية جدا سهلة وجميلة، خلال 45 دقيقة تعلمين الآلية، انت تسوينها، انت تشعرين بجسمك شنو يصير فيه، وتحطين النتيجة، بتحسين الفرق بين شعورك مع الفكرة انه هو مستقصدني. انت جبتي الفكرة مستقصدني من خيالك، صح؟ انت وانت الفكرة انه هو فقير مسكين الله يعينه، وتشعرين بالشفقة، تحسين فعلا، وهني راح يشوف وجهك الشفقة، راح يهدأ وراح تساعدينه. الموقف الاول يشوف وجهك مكاش، راح يعبس اكثر، نعم، وراح تصير عندي المشاكل معه، نعم. حتى لو كان حتى في شعور سلبي داخله تجاهي، اذا ابتسمت راح يتغير هذا الشعور، يعني راح يحس ان الدنيا بخير. اعطيك المثال في حوادث السيارات، لما يصير حادث وتنزلين انت داعمة فلان شخص معين، ونزلتي بابتسامه مع اعتذار فيها، كيف يكون الطرف الثاني؟ والله راح يطخ، صح صح. نعم. لكن نزلي وانت معصبه، ليش دعمتني؟ نعم. وليش وليش؟ حتى ولو راح ما في مشكله، راح يسوي مشكله، نعم، راح يكبر الموضوع. فإذا نعم، هي نعم. كلها قراءة الوجه، نعم. كل شكر طبعا، يعطيك الف عافيه دكتوره بنا على التواصل معنا في شاي الضحى، وان شاء الله تزورينا في الكويت وتنورينا في الاستديو ان شاء الله. هالساعه المباركه، ويعطيكم الصحه والعافيه. الله يعافيك. اتمنى للجميع ان شاء الله يوم سعيد، واتمنى من الكل فعلا يتخلص من الخوف الغير مبرر، نعم. ويستمتعون في حياتهم، والدنيا حلوه بوجود هالاشكال الحلوه المحيطين فينا من اسره ومن قطاعات مختلفه. يعطيكم الصحة والعافية، شكرا على التواصل. شكرا لك دكتورة، شكرا. ننتقل معكم متابعينا لفقرة أيضا من خلالها نقدر نرفع مناعتنا، الرياضة وتمارين رياضية مع الكابتن سبعان السبعان، تابعوا. نرحب فيكم مشاهدينا الكرام في فقرتكم الرياضية. راح أقدم لكم تمرين عبارة عن تمرين حق عضلة المعدة. طبعا التمرين راح يأخذ لي اللي هي عضلة الخواصر وكذلك عضلة المعدة، ولكن راح أركز أكثر شيء على عضلة المعدة السفلية. راح يكون عندنا تمرينين جدا سهل، ما يحتاجون جهد عالي، ولكن يحتاج أنك تركز على التمرين وتلعبه بالطريقة الصحيحة على أساس تستفيد منه بشكل صحيح، وخصوصا عدد العدات راح أذكرها لكم أثناء ممارسة التمرين، على أساس العدات تساعدك في أنها تحرق لك الدهون المتراكمة على عضلة المعدة. التمرين الأول راح يكون كالتالي. طبعا التمرين الأول راح يستهدف عضلة الخواصر وكذلك عضلة المعدة، ولكن التركيز اللي هو على عضلة الخواصر. راح أثبت الجسم بالطريقة هذه، أرفع الرجل إلى الأعلى، ألف جسمي بالشكل هذا. لاحظ فقط المنطقة السفلية للجسم هي اللي لفت معي، أما المنطقة العليا أحاول أثبتها قدر المستطاع على الأرض على أساس تساعدني في شد منطقة الخواصر. أرفع الرجل، ألف بالشكل هذا. هذه طريقة التمرين الصحيحة، راح تكون على شكل هذا. أما طريقة التمرين الخاطئة، ممكن أني لما أمارس التمرين لاحظ الجسم لف بالكامل، لفت بالكامل، فهني ما صار فيه عملية شد، لأن كل جسمي رايح بناحية واحدة. أما المنطقة السفلية للجسم هي اللي راحت فقط على ناحية الشمال. لاحظ هذه الطريقة خاطئة، الطريقة الصحيحة
فقط بالشكل هذا. هذا التمرين الأول. طبعاً عدد العدات تكون اللي هي من 10 إلى 20 إلى 15 كثر ما أنت تقدر، وخلال الأيام تقدر أنك تزيد عدد العدات، يعني مثلاً من أول شيء من 10 إلى 15، بعدها تبلش مثلاً من 15 إلى 20 حسب قدرتك البدنية. الحين التمرين الثاني راح يكون كالتالي: أرفع الرجل، أحرك رجلي بالطريقة هذه، الرجل الثانية، شوف لاحظ معي. أول شيء طبعاً لما الرجل تكون ثابتة بالشكل هذا، هني راح يحصل لك شد في عضلة المعدة أثناء تحريك الرجل بالشكل هذا. أفردها راح تحرك لي أكثر شيء العضلة السفلية للمعدة، فبالتالي الحين شاد عضلة المعدة، أحرك رجلي بالشكل هذا، هذه قاعد تأخذ لي اللي هي عضلة المعدة السفلية وكذلك عضلة المعدة بالكامل. هذه الطريقة الصحيحة للتمرين. الطريقة الخاطئة ممكن ألعب التمرين بالشكل هذا، هذه طريقة خاطئة، لأن أساساً إذا الرجل كانت ثابتة على الأرض ما تكون شادة معي عضلة المعدة. أنت الهدف أن تكون شادها طول التمرين وتحرك الرجل بالشكل هذا. أيضاً نفس ما ذكرت لكم، العدات حسب المستطاع من 10 إلى 15، مع الأيام أنك تزيد عدد العدات. وبالنسبة للتمارين اللي قدمت لكم إياه، أتمنى الجميع يستفيد منهم. تابعونا بحلقات مقبلة بتمارين جديدة. إخواني وأبنائي، عندما تقومون به من واجب وطني مشرف، استتباب الأمن وسيادة القانون وخدمة المواطنين الكرام، فما تبذلونه في سبيل ذلك من جهود مضلية وعطاء متسم بالتفاني والإخلاص هو محل تقدير وثناء من الجميع. للكتابة آثار إيجابية على النفس وتطوير مهارات عديدة، وتساهم في تطوير الذات وتنمية حتى الآخرين من خلال قراءتهم للأفكار الخاصة بالتنمية، وخاصة القصص اللي يكون فيها عبر وحكم لحياتنا اليومية. راح أتكلم أكثر عن هذا الموضوع مع ضيفتي في حلقة اليوم، الكاتبة المتميزة الأستاذة زينب فريدون. صباح الخير أستاذة زينب. صباح النور، صباح الورد عليك وعلى المتابعين. أستاذة فاطمة حياك الله معنا في شاي الضحى. في البداية ودنا نتكلم عن شغف الكتابة، شلون ممكن يأثر إيجابيا على الكاتب بشكل خاص؟ الكتابة تأثر على الكاتب لما يكون الكاتب مثلا في مود ملل أو متضايق، يلجأ حق الكتابة. أنا عن نفسي أنا لما أكون متضايقة ألجأ حق الورقة والقلم. ليش؟ لأن لما أكتب أطلع اللي بداخلي على الورق، ما ألجأ حق شخص ثاني أقول له أنا شنو فيني. بالعكس، الكتابة بالنسبة لي هو المتنفس الوحيد اللي يطلع الشغلات السلبية والشغلات اللي تضايقني. فيطلعني من مود لمود، سواء أكتب فلاشات أو أكتب أكمل رواية أنا قاعد أكتبها. هذا شيء يطلعني من مود الكآبة والملل
مود ثانية، يعيش جو ثاني مع الكتابة. نعم، وأعتقد هذا الجو يعيشه كل الكتاب. نعم، ذكرتي من خلال حديثك أستاذة زينب أن الكتابة متنفس. إذا نبي نتكلم على الأشخاص اللي ما يمتلكون هذه الموهبة في الكتابة، شلون يستخدمون الكتابة في أن هي تحلهم مشاكلهم وتكون فعلا متنفس لهم؟ يعني أنا وايد أسمع أنه ضروري الأشخاص مثلا يكتبون يومياتهم، أهدافهم، حتى إذا مر الشخص في موقف مثلا ضايقة وحس مثلا غضب، حزن، أنه يكتب هذا الموقف، و هذا الشيء يساعد إنه هو يفرغ هذه الطاقة السلبية. أستاذة فاطمة، شوفي أنا عن تجربة الكل يسألني شلون، يعني الحين إحنا بوضع كورونا، أغلب الناس مضايقين وضايق خلقهم، شلون إحنا نطلع من هذا الجو؟ دائما حتى باللايفات اللي كنت أطلع فيها دائما كنت أقول لهم أي شيء يضايقكم، أي شخص يضايقكم، حطوا ورقة قسموها بالنص، صوب يمين وصوب يسار، كتبوا الإيجابيات وكتبوا السلبيات اللي أنتوا قاعد تعيشونه مع هذا الشخص أو مع هذا الوضع اللي أنتوا عايشينه في حياتكم. لما تشوفون السلبيات اللي أنتوا عايشينها أكثر من الإيجابيات، أشق ورقة وأحطها وأحرقها أو أقطها. نعم. هني شنو سويت أنا حق نفسي؟ سويت نفس عملية استشفاء حق ذاتي، إن أنا كنت مضايق، طلعت الشحنة وكل شيء فيني بهذا الورق. إذا كان شخص مضايقني، لما أنا أشق هذه الورقة وقطها، كوني على يقين إن أنا لما أقلب هذه الصفحة أو أشق هذه الصفحة، هذه الصفحة إذا شقتها خلاص ما رح ترجع بحياتي. نعم. فهذا الإنسان اللي أنا طلعته من حياتي أو الشحنة اللي أنا طلعتها من حياتي، دام إني شقيتها أو حركت هذه الورقة، خلاص بعد ما رح ترد حياتي، رح يحل مكانها شيء اسمه راحة نفسية. نعم. شيء اسمه إيجابية. هل هذا الموضوع يعني مرتبط بالعقل الباطن في أن هذه الحركة توحيل لأن خلاص الموضوع انتهى، يعني فرغنا الفكرة، شقينا الورقة، فيتبرمج برمجة جديدة، يعني مثل ما نقدر نقول. أي أنا دائما أقولها حق رفيجاتي، أقول لهم أنا لما أطوي صفحة مع شخص أذاني أو شخص ضايقني أو موقف سلبي أنا عشت فيه، أنا لما أطوي الورقة غلط ما أطويها، لأن في إمكانية أنها ترد تتبطل، بس لما أشقها أو أحرقها أبد، خلاص طلعت من حياتي وما راح ترجع. نعم نعم. ودنا نتكلم عن الكاتب الناجح، شنو الأسس اللي مفروض يمشي عليها أي شخص عنده هذه الموهبة في الكتابة؟ شنو القواعد؟ هل في قواعد معينة في بداياته لازم يمشي عليها علشان ينطلق انطلاقة جيدة؟ الكاتب الناجح هو الكاتب راح يحس بنفسه انه هو في داخل بذرة لازم ينميها. شلون ينميها فاطمة؟ ينميها عن طريق القراءة. الكاتب الممتاز اللي يبي يطلع، اول ما يطلع الكل يقولون هذه الموهبة قوية، لازم بالأساس تكون عنده البيسك القراءة. نعم. كثر ما أنا أقرأ كثر ما أنا أنمي مهاراتي الكتابية. نعم. الكاتب ما ينوجد كذي بالفطرة، الكاتب ينمي كتابته وينمي قلمه ويقوي قلمه بالكتاب، مثل ما إحنا ننمي أجسامنا بالأكل وبالتغذية السليمة. القارئ الكاتب الممتاز يحتاج إنه يقذي كتاباته ويقذي قلمه بالقراءة المستمرة. نعم، يعني القارئ الجيد راح يكون كاتب جيد، نفس ما اللي أنا أعرف أن المستمع الجيد راح يصير متحدث جيد أيضا. ودنا نتكلم عن المخاوف أو العقبات اللي واجهتك في أول إصدار أصدرتي. أول إصدار أصدرته، طبعا أنا قبل لا أصدر كتابي كنت أبحث وايد عن أماكن اللي أنا، لأن ما كنت أعرف أنا وين لازم أروح، فدشيت دورة كيف تكتب كتابك الأول مع دار نشر قرطاس، الأخ علي العوضي ودليل العنزي، هم اللي ساعدونا. بس أمانة أنا لما طلعت أبي أكتب، قلت أنا بكتب كتاب، وايد ناس قالوا لي تكتبين كتاب؟ الحين من يقرأ كتاب؟ الحين كل شيء صار على السوشيال ميديا. شوية صار عندي خوف، بس لما دشيت معرض الكتاب وشفت الإقبال الجماهيري ما شاء الله بمعرض الكتاب بالكويت وفي البحرين وبقطر، لا هذه المخاوف كلش طلعت من بالي. نعم. كان إقبال جماهيري قوي ما شاء الله على المعارض. نعم فعلا، يعني
نلاحظ في كل سنة الإقبال قاعد يزيد على القراءة وخاصة المعارض الخاصة بالكتب. هل يعني في مواسم بالنسبة لك تحرصين أنك تكونين متواجدة بإصدار جديد وفكرة جديدة لقراءتك؟ معرض الكويت الدولي. نعم. معرض الكويت أنا لما شاركت فيه فاطمة الوناسة اللي أنا كنت فيها وأنا ماسكة كتابي وإصداري الأول دائما أقولها، حتى قلت حق مدير دار النشر قلت له أنا أحس كنا أنا عروس وكتابي هذا مسكة العروس اللي أنا داشة فيها صالة العرس. نعم. كان شعور مو طبيعي من الفرح والسعادة اللي أنا كنت عايشتها. نعم. شنو أكثر الأفكار اللي دائما تحرصين أن تتناولينها من خلال الكتب؟ أنا روايتي الأولى كانت رواية اجتماعية بحتة، فيها جانب كبير من الواقعية على اللي قاعد يسوون الأهل، يعني بوقتنا الحالي ساعات هم يقررون يختارون حق البنت زوجها، ما يعطون مجال حق البنت أن تختار نهائيا، فبالنهاية البنت راح ترتبط مع واحد ما تعرف فكرة، ما تعرف هو شنو أخلاقه شنو تربيته، بالنهاية راح يأدون حق راح يخلون بنتهم تعيش حياة هي ما اختارتها، فأكيد راح تفشل هذه العلاقة وراح تخلي اللوم على الأهل بالنهاية لأنهم ما أعطوها الحق إن هي تختار. هل في حل حطيتي حل الموضوع؟ يعني احنا نسمع بهذه القصص يمكن تظل طول حياتها يعني تحط اللوم على أهلها، لكن وين الحل؟ يعني هل في علاج لهذه الحالة؟ حطيت حل وحطيت بالنهاية إرادة تؤدي إلى النجاح. نعم. هي البطلة راح توصل حق قوة إرادة أن توصلها للنجاح. نعم. أنها تحس بالمسؤولية تجاه هذه العلاقة اللي يعني انحطت في هذه هي الحياة، فمسؤوليتها أن هي تحل القصة، وأكيد كل إنسان راح يكون له خياره في أنه هو شلون يشعر بهذه المسؤولية تجاه يومه وعلاقاته الاجتماعية، شلون هو يتفاهم مع الآخرين. صحيح. يتطور من أجله وأيضا من أجل الأشخاص اللي موجودين في حياته. ودنا نتكلم أيضا عن الأجواء المناسبة لك ككاتبة، هل في شغلات يعني من خلالها تحسين هذه الفكرة عطتك إلهام في أن أنت تسردين رواية جديدة فكرة جديدة؟ فعلا أنا روايتي الأولى لم يرحموها في شخصية أنا تعايشت معاها وخذيت مشكلتها وكتبت فيها الرواية، دخلت فيها أحداث من الخيال بس بالأساس هي قصة البنت اللي أنا شفتها وتعايشت معاها وعشت مشكلتها معاها، وأنا بالنهاية حطيت حل، الحل هذا كان من عندي، وأتمنى كل عائلة أو كل أم أو كل أب ما يجبرون بنتهم على هذا يعني طريقة الزواج هذه، لأن بالنهاية البنت هي اللي بتعيش مع هذا الرجل أو هذه العائلة اللي راح تكونها. نعم. والحين روايتي الثانية بعد فاطمة هم نفس الشيء، رواية اجتماعية راح تتناول هم مشكلة اجتماعية ثانية، وأتمنى أنها تكون موجودة بمعرض الكتاب القادم إن شاء الله بالكويت. نعم. إذا نبي نتكلم عن أول رواية لأن تم إصدارها وتكلمتي عنها أنها تتكلم عن قضية اجتماعية وقاعد توجهين رسالة واضح أنها من القلب وإن شاء الله توصل لقلوب الناس، تفاعل القراء مع مثل هالقصص ومع مثل هذه القضايا الاجتماعية، شلون شفتي ردود الأفعال وتفاعلهم؟ ردود الأفعال أمانة كانت وايد حلوة، كانت تجيني ردود عن طريق السناب أو دايركت إنستغرام، وللحين قاعد يطالبوني كتاب لم يرحموها كتبي مسلسل. نعم. وأنا عشان خاطر عيون الجمهور قاعد أحاول أني أدش دورات وقاعد أحاول أني أنمي نفسي، وإن شاء الله أوعدهم أن الكتاب راح يتحول مسلسل بإذن الله، لأن في قصص وايد حلوة. نعم. في جوانب وايد حلوة لازم تطلع للواقع. نعم. العنوان أيضا حلو ملفت، لم يرحموها. اختيارك للعناوين يعني ياخذ معك فترة، يعني هل يكون في بداية الرواية والكتابة يعني تحطين العنوان، ولا لما تخلصين وتحطين الحلول والشخصيات من بعدها تختارين الاسم الخاص بالرواية؟
لا أنا بعد ما خلصت روايتي قعدت وقلت الرواية شنو تحتاج؟ تحتاج اسم قوي. فعلى كثر الكسرة اللي عاشتها البطلة اخترت اسم لم يرحموها. هم لأن فعلا ما رحموها، ما حد رحمها، بس بالنهاية هي وصلت حق طريق إن ثبتت للكل أنا موجودة وأنا أقدر أعيش وأنا أقدر أحقق كل شيء أنا أبي. نعم يعني بصراحة أنا تشوقت أن أقرأ الرواية وأشوف تفاصيلها. بالنسبة للغلاف، يعني كثير من الكتاب أيضا يحرصون أن الغلاف يكون ملفت من خلال الصورة أو الرسمة اللي يختارونها، الألوان، نوع أيضا الورق. هل هذه التفاصيل اشتغلتي عليها؟ هل في أحد ساعدك في أن يوجهك في اختيار الغلاف المناسب لروايتك؟ الغلاف المناسب أنا اخترته بتوجيه بيني، يعني كان حوار بيني وبين الأستاذ دلي العنزي المدير المالي بدار نشر قرطاس. دائما كان يدز لي الصور وأنا وياه ظلينا نختار بين الصور، واخترت الصورة الوردة اللي ذبلانة طايحة من حيلها، والبنت اللي متضايقة متكية على إيدها، حسيت فيها من اسم الرواية وايد. نعم. وبالمعرض لما الناس كانوا يجون كانوا يشوفون هذه الرواية اسمها تعور القلب والصورة تعور القلب. أنا يعني تخيلت إن الصورة ممكن تكون إن واحدة صورة واحدة منتصرة تنتصر على أي واقع بقوة إرادتها وقوة إيمانها، فإنها هي تتغلب. هي فعلًا راح تنتصر بالنهاية. بالنهاية يعني أنا لما الأصداء اللي جت لي على الرواية فاطمة الكل كان غضبان من شخصية مريم لدرجة قالوا ودنا نمسكها ونتف شعرها. الكل كان غضبان من شخصية زوج شفق، بس بالنهاية لما شافوا شفق لوين وصلت كم الانتصار اللي حققته وايد استانسوا لها. يعني في ناس قالوا احنا كنا عايشين مع احداث الروايه بين الابطال. نعم وموفقه ان شاء الله استاذه زينب من خلال اصداراتك، وناطرين روايات قادمه ان شاء الله تثرين فيها ان شاء الله الادب العربي والكويتي. نصيحه يعني ودك تقدمينها اليوم من خلال برنامج شاي الضحى لكل امراه تخاف ان هي تبني حياتها وخاصه المهنيه، يعني بظل ضغوط الحياة وغيرها من الصعوبات اللي ممكن تواجهها في حياتها؟ أنا أوجه نصيحة حق كل امرأة، ما بيقول كويتية، حق كل امرأة عربية. صحيح إحنا الحريم عندنا مسؤوليات، عندنا بيت، عندنا عيال، عندنا وظيفة، بس أنا دايماً كانوا يقولون لي الأشخاص السلبيين اللي واجههم بحياتي أنت ليش تدشين دورات؟ انت ليش تدشين دورات تنميه بشريه؟ جاب لي عيالك، جاب لي بيتك. اقول لهم الله اعطانا هذا المخ مو عشان نوقف لمرحله تعليميه وخلاص اذا توظفنا نعطي اجازه. لا، كملي مشوارك، كملي طريقك، حتى لو تطيحين قومي ونفضي الغبار اللي عليك، لما بالنهايه توصلين حق طريق النجاح وتذوقين طعم النجاح اللي انت وصلتي له راح تنسين كل شيء سلبي شفتي بحياتك وكل عثرة تأثرتيها بحياتك. نعم أكيد، يعني أي سيدة المفروض يعني تكمل في طريق تطورها في حياتها الشخصية، في ثقافتها، في تطويرها لنفسها. صحيح. لأن هذا الشيء أيضا راح يخدم أسرتها، يخدم أبنائها، لأن الأم مدرسة، فلازم الأم دائما تطور من نفسها وتخدم المجتمع من خلال هذا التطور الإيجابي. يعني في أمور كثيرة وجوانب بحياتنا كثيرة لازم إحنا نسعى أن إحنا نطورها علشان نخدم المجتمع، نقدم شيء جديد ونترك بصمة إيجابية في هذه الحياة. شكرا لك أستاذة زينب على التواصل معنا في شاي الضحى. حبيبتي سعيدة معكم، تسلمين. شكرا لك. راح نطلع هذا الفاصل متابعينا، ومن بعد راح نتواصل معكم في شاي الضحى، خلكم معاي لا تبعدون. احنا عشقناها، احنا عشقناها وايد عشقناها، احنا عشقناها، احنا عشقناها وايد عشقناها، من يوم فتحنا فتحنا على الدنيا، من يوم فتحنا فتحنا على الدنيا،
احنا عشقناها احنا عشقناها وايد عشقناها احنا عشقناها احنا عشقناها وايد عشقناها ومن يوم فتحنا فتحنا على الدنيا ومن يوم فتحنا فتحنا على الدنيا الله 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 يخليها لنا الكويت ديرتنا ويحميها من كل شر آمين 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 الله 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 يحفظها لنا الكويت جنتنا ويحميها من كل شر آمين الله 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 يخليها لنا الكويت ديرتنا ويحميها من كل شر آمين الله 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 يحفظها لنا الكويت جنتنا ويحميها من كل شر آمين هي أمنا وهي أرضنا هي هي الكويت هي أمنا هي أرضنا هي هي الكويت وهي أمنا هي أرضنا هي هي الكويت هي هي فتحنا على الدنيا ومن يوم فتحنا فتحنا على الدنيا الله 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 يخليها لنا الكويت ديرتنا ويحميها من كل شر آمين 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 والله الله الله يحفظها لنا الكويت جنتنا ويحميها من كل شر آمين 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 هي أمنا وهي أرضنا هي هي الكويت هي أمنا هي أرضنا هي هي الكويت هي هي الله يحفظ الكويت وهل الكويت وبكذي نكون وصلنا معكم لختام حلقة اليوم من برنامجكم شاي الضحى ما ننسى التفاؤل والابتسامة والإيجابية تفاؤلوا بالخير تجدوا أترككم حفظ الله ورعايته وأقول لكم مع السلامة.